بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نظمت الأخوية العلمانية لرهبانية الراهبات المعلمات محاضرة توعوية في بيت ساحور بحضور عدد من سيدات بيت لحم وبيت جالة وبيت ساحور. المزيد في رسالة الأرض المقدسة. أرادت الأخوية العلمانية لأبناء القلبين الأقدسين أن تجدد حضورها في أعمال الرحمة، وبشكل خاص في هذا الزمن الأربعيني المقدس والظروف الصعبة التي نعيشها، بمساعدة العائلات الأكثر احتياجاً من خلال هذا النشاط التوعوي، وفيه نسند دور المرأة في المجتمع الفلسطيني ودورها في الكنيسة، إذ رفع السيد المسيح شأن المرأة، ونحن نفتخر بالمرأة الأولى التي هي أمنا مريم العذراء، رمز الإيمان والتقوى والتواضع والطاعة. ويشهد الكتاب المقدس بوجود العديد من النساء الفاضلات، وحتى في يومنا هذا نجد النساء الخادمات للكنيسة مبشرات بكلمة الله بالقول والعمل. فبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أقامت أخوية العلمانيين لرهبانية الراهبات المعلمات للقديسة دوروثيا بنات القلبين الأقدسين يوما توعويا وغذاء تقشفيا، وذلك في قاعة كنيسة سيدة فاطمة في بيت ساحور بحضور الراهبات والأخويات والمؤسسات النسوية. تخلل اللقاء قراءة من الإنجيل المقدس وكلمة ترحيبية وندوات قدمتها نخبة من سيدات المجتمع، ومنهن الدكتورة النسائية سحر الأعرج وأخصائية العلاج الطبيعي أمل أبو غنام والأخصائية النفسية هنيدة سعيد. حبينا اليوم نجدد حضورنا أخويتنا في أنه نعمل إشي أنه يساند العائلات المحتاجة من خلال عمل غداء تقشفي ومحاضرة توعوية للنساء عشان بمناسبة عيد المرأة العالمي اليوم. منوجه كل تهانينا القلبية خاصة للمرأة الفلسطينية اليوم، وحبينا نعمل هذا الغداء التقشفي كعمل رحمة خصوصا في هذا الزمن المقدس الزمن الأربعيني، حتى نساند العائلات الأكثر احتياجا، كما أن السيد المسيح رفع المرأة، ونخص بالذكر المرأة الأولى في الكنيسة هي أمنا مريم العذراء. كل عام ونساؤنا بألف خير، ونشكر تلفزيون نورسات على حضوره الدائم معنا لنقل بث كل النشاطات التي نقوم بها. انتهى اللقاء بتوزيع هدايا رمزية وتكريم وغذاء خيري تقشفي يعود ريعه للعائلات المحتاجة، وخصوصا في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها المنطقة. من يجد المرأة الفاضلة أن قيمتها تفوق اللآلئ، فكل عام والمرأة بكل العالم بألف خير، فهي الأم والأخت والابنة. بعيد المرأة حبينا أنه نظهر ونأكد على دور المرأة الفلسطينية الموجودة هنا، وكيف هي كأم تقدر ترفع البيت وترفع الروحانية وتساعد فيه. احنا اليوم هنا موجودين مش لحالنا كرهبات، في معنا اخوة واخوات علمانيين عم بيساعدونا ننشر نار قلب يسوع ومحبة وحنان قلب مريم العذراء لكل الناس، وخصوصا لفئة المرأة، وهاي كانت الفئة المختص فيها مؤسسنا جوفاني أنطونيو فارينا يعتني فيها، لانه كان يحكي اذا انا برفع مستوى المرأة في المجتمع كله رح يرتفع. وراء كل مجتمع متقدم امرأة متعلمة، امرأة قوية وحنونة. لنورسات مارلين الحدوة من قاعة كنيسة فاطمة في بيت ساحور.